المجموعات الانغماس للدخول باتجاه مواقع قوات النظام في جمعية الزهراء بعد استهداف مواقع قوات النظام بثلاثة عربات مفخخة استهدفت مواقع تمركز قوات النظام وأيضا الميليشيات الإيرانية في هذا المحور. معارك عنيفة الآن بدأت على هذا المحور، وبدأت المجموعات الانغماسية بالدخول باتجاه مواقع قوات النظام مع كثافة نارية وأيضا قصف مدفعي مكثف يستهدف هذه المناطق من قبل قوات النظام. إذا بدأت الآن العمليات العسكرية على هذا المحور في حي جمعية الزهراء في مدينة حلب من قبل كتائب الثوار للدخول والسيطرة على مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية على هذا المحور.